إذا تحية مجددا لكل المتتبعات والمتتبعين ديال هذه القناة هذه. فعلا مؤلمة لأننا عاوتاني نضطروا نتكلموا على إعادة تكرار التجربة ديال دانيال غالفان. من المؤسف بزاف بزاف أننا نجيو في القرن 21، حنا كمواطنين مغاربة في وطن اللي تاريخ عريق، يعني تتمتد الآلاف السنين منذ الحضارة ديال الحضارات والملوك الأمازيغ إلى حدود الدخول ديال الإسلام والأندلس إلى آخره، بما فيه اللي فيه مشرف واللي فيه غير مشرف، ولكن هذا التاريخ وهذا الامتداد ديال هذا الشيء هذا وهذا الشعب هذا باقي إلى يومنا هذا تيتعرض لهذا النوع من الاحتقار التام. يعني من المؤسف على أننا نجيو نشوفوا أنه في هذه الدولة، في هذا الوطن اللي تتحكم فيه الدولة هذه اللي هي عبارة عن عصابة، لا يهمها الأخير هو سلامة المواطن، همها الأخير هو شرف المواطن وكرامته، همها الأخير هو لقمة العيش للمواطن، الهم ديالها الأخير هو صورة المغربي والمغربية في عينين الدول الثانيين الخارجيين، الدول سواء الجيران سواء العالم بأسره. يعني وقعات دانيال غالفان وداروا لنا فيها النظام المغربي تمثيلية باهتة، حاولوا يبرئوا منها الملك رغم على أن الملك هو اللي وقع على قرار العفو، لأن عندنا احنا الملك هو اللي تيعفو، لأن عندنا الملك هو شبه الويه، يعني هو الويه ديال الوطن، هو اللي تيعفو، هو اللي تيعدم، هو اللي تياخذ، هو اللي تيرزق، هو اللي تيحيد الرزق، هو اللي تي أننا نشوفوا طفلة دابا في هذا الوقت هذا تعرض للاغتصاب، والمغتصب ديالها يعترف بالجريمة ويخرج حر طليق. كويتي خنز تيجيب شوية الفلوس، لقى القيمة للمواطن المغربي والمواطنة المغربية رخيصة بسبب النظام المغربي هذا، تيجي يشري فيهم في الدمم ديالهم وفي الأعراض ديالهم وفي الشرف ديالهم، كما كلهم هاد العرابيش اللي تيجيونا من ديك شبه الجزيرة المتعفنة. مع احترامي للناس اللي محتارمين أنفسهم بطبيعة الحال، باش ما نحممش، يعني ضروري كاينين الناس مزيانين في ديك شبه الجزيرة العربية، ولكن هاد الخماج هذا اللي توصلنا حنا منها لا يشرف. يعني كيف يعقل انه حتى شي وحدين ناقشت مع شي وحدين قبل ما ندير هذا الفيديو، ما كنت باغي نتكلم على هذا الفيديو، ما نتكلمش على هذه القضيه هي بالاساس، ولكن غنستدرجها باش نتكلموا على شنو حنا عندنا طبيعه النظام هذا، النظام المخزني هذا بزعامه العلويين، شكون هما هاد اللصوص هاد النخاسه، لان اللي من حاضر من عائله ديال تاجرت في العبيد وكان الاساس ديالها ديال العيش ولقمه العيش كان هو السطو قطاع طرق، ملي جا رشيد الاول اللي كان الاخ الاكبر ديال اسماعيل وكان متخصص في 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 التجاره ديال العبيد، وكان تيخلي لراسو بعض العبيد الاقوياء وتيسلحهم وتتهلا فيهم شي شويه وتيدير بهم غارات على القبائل المحيطه وتتعرض للقوافل الى اخره وتتهدد على ناس ومناطق باش يدفعوا ليه الاتاوات وداك الشيء. جا من وراه خوه اسماعيل كبر الحجم، يعني كان الجيش ديال خوه ديال العابد وداك الشيء كان غير صغير، كبروه هو ردو جيش بخاري وبدا تيغزو به حتى لدرجه انه تقوى وزعم ومشى خدا الاراضي اللي كانت مستحوذه عليهم العائله السعديه انذاك والحضاره السعديه بشكل عام انذاك، وخداها منهم بالقوه ودائما باستعمال العابد، بالاضافه لانهم كانوا يتاجرون ايضا في العبيد الجنس الاخر اللي هما يعني عندهم الدعاره والنخاسه في الدعاره وتجاره الجنس، هي في 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 هي في الهويه ديالهم، يعني وداروها كاملين كلهم داروها، يعني دارها
اسماعيل دارها من وراء سليمان، دارها محمد الاول ومحمد الثاني ومحمد الثالث ومحمد الرابع، وداروها ودارها الحسن الاول، كلهم تاجروا في النساء، وكانوا ملي تيجيو عندهم الضياف البريطانيين وهذا الى حدود البدايه ديال النهايه ديال القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين، كانوا يهادوهم بالعيالات. اذا هما عندهم الناس الاخرين من غيرهم هما لا شرف لهم وما يستحقوش الشرف، لهذا يخليو بنت تغتصب ويخرج اللي اغتصبها حرا طالقا. يقدر يجي شي واحد اللي كما قلت لكم ناقش مع شي واحد قال لك ولا ربما العائله ديالها خداو الفلوس من عند الكويتي وتنازلوا على المحضر، ومن هنا تنقول لكم انه الدول التي تحترم نفسها هادشي اللي يكون عندها اللي قلت في فيديو سابق هو النيابه العامه. النيابه العامه تتكون تتمثل الشعب، يعني واخا الضحايا تيتنازلوا على قضايا في المحاكم، النيابه العامه ولو بروكيرور جينيرال جنرال اتورني تيقرر على انه هو ما يتنازلش على حق الشعب، لان لا ضحيه وحده عائلتها ولا ديك الضحيه تسامحت وقالت مثلا. مثلا نعطيه مثال، مثلا في امريكا كاين القضايا ملي تيخرجوا من الكريمينال تيتنازل واحد من الكريمينال تيقدروا يتحولوا للسيفل كورت. السيفل كورت تتكون غالبا ما تتكون الختام ديالها وانه غرامه ماليه تتعطى وتعويض مالي تتعطى لذاك الضحيه. لو بروكيرور جينيرال هنا النيابه العامه في امريكا ما تتخليش هاد الامور كلها، اي قضايا الكريم الى تنازل واحد الضحيه تتخليه يدي ديك القضيه للسيفل كورت، لا كاين شي قضايا معينه يقدروا يمشيو للسيفل كورت، لي زاكسيدون الى اخره الى اخره، بعض الضررات البسيطه اللي ممكن تقبلها. ولكن الا كانت جريمه شنعاء بحال هذا الاغتصاب هذا، الدوله تترفض على انها تنازل ويقول لك ولا بغات تنازل الضحيه تنازل. وفي هذه الحاله هذه بالاخص انه كاين اعتراف بانه هذاك مارس على هذه البنت هذه الجنس. ارا نشوفوا علاش حنا هكا، علاش حنا تيوقع عندنا هادشي دكالفان، تيوقع عندنا بحال هاد الحالات، علاش حنا القيمه ديال الانسان والمواطن المغربي ما كايناش في المغرب؟ لاننا حنا اصلا تيحكمنا نظام هو مشكل من خونه. اليوم نعطيكم مثال ديال الخونه، وكل مره نحاول ندير فيديو قصير شي شويه نعطيكم مثال على انه النظام العلوي هذا نظام خائن، والملوك العلويين كلهم ملوك خونه. انا نعطيو مثال من منطقه الريف بحكم ان تاريخها غني بالمقاومه، ولكن للاسف بالمقابل للمقاومه وهذا تيكون دائما هناك الخيانه. محمد امزيان اللي كان زعيم ديال المقاومه الريفيه وقاوم ضد الاحتلال الاسباني في ناظور سلوان الى اخره، هو من مواليد المنطقه اللي تتسمى الزغنغن نواحي ناظور، قرا في القراويين حتى هو، كان تيفهم في الدين وتيفهم هذا، ولكن هو اختار ما اختارش انه يمشي يدير زاويه يبدا يبيع يتاجر في الدين ويبقى يتسنى الهدايا كما داروا مثلا في وزان الزاويه الوزانيه، ولا دارت في الزاويه الدرقاويه، ولا دارت في الزاويه الكتانيه الى اخره، تيعيشوا على قفو الناس. لا هو مشى ودار التجاره ديالو خاصه، كان تيدير التبادل التجاري ما بينه ما بين المنطقه ديال الريف وما بين الجزائر. كان من الاولين اللي عاقب داك القلب اللي كان تيدير بوحماره، ملي بوحماره اتفق مع الاسبان على اساس انه غادي يستحوذ على الاراضي ديال الريف باش تستغلهم، باش ملي يستحوذ عليهم هو كان تيحولهم وتستغلهم الشركات ديال المناجم الاسبانيه نورث افريكا، نورثن افريكا اللي كانت معروفه في ذاك الوقت هذاك، وكان تيمشي تيحاول يستحوذ على ذاك الاراضي هذيك بالقوه وبالقوالب باش يكونوا بالدارجه، باش من بعد تيفوتها لهادو ديال المناجم وكان تيتلقى عليها تعويضات هائله. هو كان تيدير هاد العمليه كان معروف بها ابو حماره في الوقت اللي كان هو في المنطقه، لجأ للمنطقه ديال سلوان والمنطقه ديال مليليه الى اخره. محمد مزيان هذا هو الاول اللي عاقب هذاك السيد، هذا هو اول من تصدى ليه. وفي 1908 في 1907 كان قريب يدير بوحماره يغتال محمد امزيان، لانه كان جند معه ناس باش يتصداو لهاد العمليه هذه، لكن محمد امزيان فلت منها. رغم ذلك ان هذا بوحماره هذا كان عنده دعم كبير بالسلاح وبهذا اللي كان جعلو انه قوي، الشيء اللي جعل على انه في سنه 1908
اضطر محمد امزيان على انه يلجا للمليليا خوفا على حياته، وكذلك بعد التهديدات اللي تعرض لها، محاولات الاغتيالات اللي تعرض لها على يد الجيش ديال بوحمارة. في 1909 اسبانيا دخلت واحتلت جوج ديال القرى ديال امقران، قريه امقران وراس الماء. وهذا الشيء هذا هو اللي رجع ذاك الغضب اللي كان في محمد مزيان وما عجبوش الحال، ودار هو مشى وبقى تيخطط حتى نظم الهجوم العسكري وجمع الناس ما يكفي، ودار هجوم عسكري على سيدي موسى في جويي من نفسه 1909. خلال هذيك الهجوم هذاك قتل هو تقريبا 40 ديال الجنود الاسبان، وكان الجرحى اكثر من 230 ديال الجرحى بيناتهم. يعني كان انتصار اسبانيا من بعد هذه الهزيمه هذه ديالها قدام هذا المقاوم هذا اللي يلاه بان، وهذا الناس اللي معاه دار مناورات واستمر في المحاوله، ودار جيش اكبر وصيفط جيش اللي فيه 40,000 باش يحاول يسيطر على المنطقه كامله. ورغم ذلك كانت المعركه ديال اغازار نوشن خسر فيها الاسبان وانتصروا فيها المقاومه بالزعامه ديال محمد مزيان. في هذا الوقت هذا بدات اسبانيا بدات تتجند، هنا في حدود 1911 بداو تيجندوا من الناس المحليين، السكان المحليين، يعني سواء وخاصة في هذه المنطقة ديال تتكلموا على الريف، منطقة الريف الغربي جبالة، هذا بداو تيجندوا منها الناس المحليين. هو اللي سماوه الجيش ديال اللي تيتسمى الجيش الأهلي النظامي، ولا كانوا تيسميوه لا فويرسا، لا كانوا تيسميوه فويرساس ريغولاريس انديجيناس انديجيناس، يعني لارمي دي زانديجان، لارمي ريغولي دي زانديجان، ولا دي ريجيم ديال لي زانديجان. وكانت تتخدم لصالح الملكيه، صالح الملك الاسباني، وتستعملها واستعملها من بعد، وعايستعمل هاد الجيوش هادي عايستعمل في الهجوم ديال فرانكو ضد هذا الجمهوريه الثانيه، وتستعملها باش تقمع الاضرابات ديال العمال والمناجم الى اخره الى اخره. راني غنتكلم عليها بتفاصيل اكثر في السلسله التاريخيه. المهم انا علاش نتكلم على هذا باش الانسان يعرف، لان عنجيكم خص غير يتمهل معايا وغتعرف. يعني هاد محمد امزيان هذا يعني بطل بطل، يعني هاد محمد امزيان هذا لما كثروا عليه الضغط الاسباني وهذا ما لم يستسلم، عمره ما استسلم، بالعكس مشى وزاد جند الناس. هو ملي بداو تيجندوا هذا جند الناس ولجا للمنطقه ديال ايت بوفرور، ودار كان هناك واحد السوق تيسميوه السوق الجمعه، ودار منه سوق الجمعه، دار منه هو القاعده فيه، هو القاعده ديالو لاباز ديالو ديال العسكر. عفوا، اذا اسبانيا حاولت انها تشري هذا السيد هذا، حاولت تقدم ليه الفلوس، حاولت انها تعطيه مناصب، وقالت له بانه مع اعلان ديك الوثيقه المعاهده في 1912 على اساس انه كان عارف ان المغرب غيدخل في استعمار مباشر، قال راه انت تولي تمثلنا انت الى جانب دار المخزن، يعني واللي هو الممثل الاسبانيا بالنسبه لدار المخزن في العلاقات ديالهم الدبلوماسيه مع دار المخزن. لكنه رفض، ما بغاش، يعني رجال الحرار ديال الريف. فخلال واحد بايت بويفرور، ايت بويفرور كانت دات واحد المعركه تقتل فيها الجنرال اللي كان جنرال اسباني اللي كان سميتو اردونيت في 1911 في سبتمبر 1911. اذا اسبانيا ولات دابا مهتمه بلافير ديال امزيان، شنو اللي اضطرها لانها هزات مشات عند الاحتلال ديال عزيب علال اقدور واحتلاته، ودبرات على جواسيس من دوك اللي كانت تتجندهم. شي واحد من الجواسيس شاف امزيان غادي مع 700 وتقريبا 700 مقاتل غادي في الاتجاه ديال بني سداد، ومن اللي عرفوه غيوصل تما كيوصل للكوديه ديال تاورير، كان واحد المسجد تما ودخلوا يصليو تما، جاو هما حاصروا ديك المنطقه كلها. المهم بعد تبادل الرصاص والى اخره، وقعت من بعد على انه قتلوا اصيب بالرصاص وتقتل البطل والشهيد امزيان، وهزوا الجثمان ديالو وداوه للمليليه، ولكن خوه رجعوا وحاولوا يدفنوه في البلاصه اللي كان ديال الزاد فيها اللي هي الزغنقل. علاش نتكلم على هذا؟
لانه هذا الغريب في الامر هو انه محمد امزيان هذا بطل شهيد، بطل رمز المقاومه، الرمز ديال ذاك الرجل الريفي الذي لم يستسلم وما استسلمش وما طيحش النيف. الغريب هو انه ابنه محمد بن مزيان هو اول مغربي يوصل في المراتب العليا ديال الجيش الاسباني الى مرتبه جنرال، شارك في الحرب ضد الحرب ديال شارك مع الاسبان مع هذا الجيش ديال ريغولاريس ضد محمد بن عبد الكريم الخطابي في المعركه ديال انوال، يعني عكس ابوه تماما. هذا وصل المراتب لدرجه انه تعين هو الجنرال ديال الجيش ممثل الجيش الاسباني في سبته، ومن بعد تهز لغاليسياس وتعطات له ولا ليوتنو جنرال، ومن بعد هودوه لجزر الكناري كابيتان جنرال، يعني قمه في الكراد، وكان هو المكلف بالجيوش ديال ريغولاريس، وكان هو النموذج ديال 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 الجندي المخلص خلال المعركه ديال خلال الحرب الاهليه واللي قادها الفاشيه الوطنيه اللي تسموها الحركه الوطنيه الفاشيه ديال اللي كانت تحت القياده ديال فرانكو، كان من احد الزعماء واحد الجلادين الهمج المجرمين اللي قتلوا. ارجع علاش انا تنقول هذه القصه هذه، لانه الغريب في الامر هو انه محمد امزيان هذا ما عندناش عليه احنا شارع واحد مسمي في المغرب، ولكن في 1957 محمد الخامس صيفط رساله لمحمد بن مزيان هذا اللي كان جنرال مع الجيش الاسباني وكان خائن، كان يحارب ضد الناس بلادو، انه يجي يدخل المغرب باش يستلم القياده ديال الجيش الملكي واعاده تاهيل وترتيب الجيش الملكي. وفعلا صبنيا سمحت له لانها كانت صفقه استعماريه، ودخل هذا محمد بن مزيان ولا هو في 1957 هو اللي تزعم الجيش. وبلي الغريب في الامر هو ان في 1959 الجيش ديال هاد الملوك العلويين الخونه ولا يطلع للريف ويقمع الانتفاضه والثوره الثانيه ديال الريف، ولا الثوره الثالثه ديال الريف عفوا. ومن بعد 1964 عيردوه هو وزير الدفاع، وبقى وزير الدفاع هو يبقى عيصيفطوا الحسن الثاني في واحد الوقت يكون السفير في اسبانيا، ولكن عاولوا يرجعوا عاوتاني، ويعطيه هو الوحيد في تاريخ المغرب اللي خدا الكراد ديال ماريشال فيلد ماريشال ماريشال دو شون هو محمد بن مزيان، الى حين انه جاه المرض في 1975 ومشى لاسبانيا يتعالج تما الى حين مات. يعني هادو هما الملوك ديال المغرب، هادو هما اللي في التالي ملي كيهضروا على ذاك الاستقلال الشكلي اللي تنتكلم عليه في ذاك السلسله التاريخيه، جابوا الخائن هو اللي جابوه للمغرب وعطاوه المنصب، وباه اللي هو بطل المقاومه ورمز المقاومه عمر داروا ليه تكريم، جابوا هذاك اللي هو وقف وسط الجيش كما هما وقفوا العلويين هادو وسط الجيش الاسباني والتحالف الجيش الاسباني والفرنسي باش يقمعوا البطوله وباش يوقفوا الجمهوريه الريفيه اللي دارت من 1921 1926، واللي غندير عليها حلقات مفصله من بعد ما نسالي هذه السلسله التاريخيه. إذا هذا الشيء علاش حنا تيقدر يجي كويتي خانز يغتصب لنا ولادنا ويخرج طليق، ويجي سبليوني خانز يقدر يغتصب لنا الوليدات ويمشي ويعفو عليه الملك ويخرج، ولحمنا رخيص وشرفنا رخيص وأرضنا رخيصة وعرضنا رخيصنا وحوتنا رخيص وكل شيء، هذا الشيء كله غالي علينا حنا. هذا هو الحالة اللي وصلونا لها العلويين، لا أقل ولا أكثر. إذا حان الوقت باش أننا نسترجعوا بلادنا وباش أننا نسترجعوا الكرامة ديالنا، وإلى حين نحقوا ذاك الشيء ونسترجعوا هاد الأرض ونسترجعوا كرامتنا وخيرنا وشرفنا وعرضنا هاد الشيء اللي فقدناه كله خاصة على يد هاد محمد السادس هذا، تنتمناكم بألف خير وإلى اللقاء.